اطلعوا برا اقفلوا الباب. طب ينفع كده؟ ما حصلش يا ست الكل، قسما بالله ما حصل. انا لو عايز اقول حاجه كنت قلت، كنت رحت على العادل بقى على طول. وبعدين هي طلبت ان هي تديني فلوس كتير وانا ما رضيتش. ما يمكن مثلا يا روح امك قلت برضو اجي وانتقم من ريم. امي دي تستاهل الحرق، ما هو اللي يعض الايد اللي اتمدت له يستاهل الحرق. اه والله العظيم. طب انا اثق فيك ازاي بعد اللي انت عملته النبي؟ لازم تثق فيها يا ست الكل، عشان صوفا اللي قدامك ده بير اسرار. لا 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 بجد انا غلطانه ان انا صدقتك. لازم تصدقيني يا ست الكل، انت عارفه ان اللي قدامك ده اللي يخش جواه يلاقي العجب. طب اقول لك على حاجه عشان اثبت لك كلامي ده. قول. ابن ريتال ماله اللي مات؟ انا عارف مين اللي قتل. ولا ما تقوليش جبريه. لا يا ست الكل مش جبريه، بس المعلومه دي تمنها غالي شويه. قول يا. طب خلاص يا ست الكل هقول لك، ونتكلم في موضوع الفلوس ده بعدين. اليوم اللي بدري قال لنعيمه تخش تخطف العيل الصغير، من ساعتها خرجت وكانت عايزه تجري بره البلد باي طريقه، ولا سالت عن فلوس ولا عن ورث. انا بقى اتاكدت ان هي ورا الموضوع ده كله. ايدك على الفلوس بقى. ايه اللي حصل يا مرات عمي؟ قوليلي. انا مش عبيطة عشان اصدق انه فتحي حصل له كده عشان كان عاوز يضرب شمس. ما هو ياما عمل حاجات اكبر من كده، ولو كنت عاوزة تموتيه كان زمانك موتيه لما تجوز مفيدة. مرات عمي انا عاوز اعرف الحقيقة. خلي بالك من مروان يا زينب، خلي بالك من أيامك الجاية، واعملي خير يا حبيبتي في الدنيا كانت ما تقدري، عشان ربنا يرضى عليكي ويسعد أيامك وأيام عيالك. بقول لك إيه، روحي دلوقتي يا زينب وهمليني. روحي. استني يا مرات عمي، أنت لازم تقولي لي الحقيقة، أنا عاوز أعرف. عارفة يا بنتي وإحنا صغار علمونا ايه؟ علمونا ان البيت اهم مننا، عشان احنا هنموت وحنروح وحنفوت البيوت، والحيطان هي اللي هتعيش وهيبقى فيها ريحتنا وهيورثوها عيالنا، والبيت الصغير يكبر يبقى سرايا، والسرايا تبقى فدادين ودنيا. علمونا حبيبتي ان الست ستر وغطى على جوزها. يعني ايه الكلام ده يا مرات عمي؟ يعني اوعدك رهيه وحبيه، واوعي تقولي شيطاني غلبني. وخلي بالك النفس يا بنتي اماره بالسوء. اقول لك على حاجه كمان، مالكيش صالح بيا انا وامك، ولا بدنيتنا ولا باللي عملناه. ابني حياتك وعيشي ايامك، وتعلمي من غلط الناس اللي حواليكي عشان تعمليهوش، وربنا يقدرك تعمل الصح. فاهمه يا بنتي؟ استني يا مرات عمي، انت لازم تقولي لي الحقيقه، ولو ما اتكلمتيش انا هروح لشمس واعرف من عندها كل اللي حصل. في يا مرات عمي، هو انتوا ما بتحسوش؟ انا تعبت، عماله بلم في العيله يمين وشمال. وقفت قدام الناس كلها، قدام امي وشهد وريتال. عارفه يا جبريه، انا بحاول اغير في مروان من ساعه ما اتجوزت، وبقول له يا مروان انت كبير، انسى اللي فات ولم شمل العيله، وبحاول انسى ان انت قتلت يا ابويا. عارفه يا جبريه، هاتي لي اي حد في الدنيا دي وقولي له انا قتلت ابوك، وشوفي هو هيبقى ردة فعله عامله ازاي. ايوه انا ما بنامش النوم، كل ما بتيجي الصوره قدامي ان انت ايديك كلها بدم ابويا
نار. النار بتكويني يا جبرية، بس برضو بكتم وبقول معلش وباجي على قلبي، بقول اللي فات فات وكفاية اللي حصل، خلينا نلم شمل العيلة عشان نعيش. هو انتوا ما بتحسوش؟ هو احنا مش ولادكم؟ ما تسيبونا نعيش، خلاص خلاص، كفاية طار وكفاية دم، سيبونا نعيش يا جبرية. اهدي يا دناي اهدي. انا مش ضناكي، ولو انت كنتي حسبانه زي ولادك ما كنتش عملتي كده. اهدوا انتوا وانسوا اللي فات، وانسوا الطار، وانسوا البيت الكبير. افتكروا حاجه واحده بس، انه البيت الكبير ده كل القلوب اللي فيه لازم تصفى. مش عايزه تفطري يا نعيمه؟ مش عايزه حاجه، انا عايزه امشي من هنا. ما تخافيش على ابنك مع مروان وحسن يا نعيمه. ابنك معاهم هيبقى احسن، على الاقل دول اخواته مش مع جوز امه. لا يا ريتال، واذا كان بقى هو بعتك عشان تقولي لي الكلمتين دول قولي له مش هياكلوا معايا، انا عايزه ابني يتربى في حضني. في ايه يا نعيمه؟ ما تتعلمي من اللي حصل لنا. لا مش هتعلم من اللي حصل لكم، وفاهمين ان انا لازم امشي من هنا وان اللي عمله ده هيتحاسب عليه. طب نتكلم بالعقل بقى شويه. عقل ايه؟ وانتوا خليتوا فيها عقل؟ بقولك انا عايز ابني وخلاص. اهدي يا نعيم، انا حاسه باللي انت فيه. انا عارفه ان الدنيا غالي، وعارفه ان مفيش حاجه في الدنيا هتعوض الدنيا تاني يا نعيمه، وعارفه ان مفيش واحده في الدنيا برضه يا نعيمه هتسيبي ابنها لاي حد مهما حصل. اسأليني أنا. أنا هتكلم مع حسن يا نعيم. أنا حاسة باللي جواكي، بس حسن مش حاسس بيه. حسن بيحسب إن أنتِ هتاخدي أخوه مش هتوريه له تاني. إحنا عايزين ناخده واحدة واحدة، وتفهميه إن أنتِ مش قصدك خالص إن أنتِ هتاخدي منه أخوه مش هتوريه له تاني. اللي بتقوليه ده أنا مش هعمله يا ريتال، مش هعمله. أنا ابني لازم يكبر ويتربى في حضني، وإذا كان على الفلوس فهميه إن أنا لا عايزة منه لا أبيض ولا أسود. ايوه بس الحكايه مش حكايه فلوس خالص يا نعيمه. امال حكايه ايه تاني؟ بقولك ايه، انا مش قادره خلاص على الرغي ووجع الدماغ ده. انا مقدره اللي انت فيه ده يا نعيمه. انت عارفه انا كل ما افتكر ان انا شلت ابني على ايدي وهو قاطع النفس، قلبي بيتقطع مني. اه والله يا نعيمه، بحس ان روحي راحت.